انا حصل معايا حوادث يعني سبحان الله حاجه محققه موته، مش كم مره واحده، انا كذا مره. انا سواق بقالي 30 سنه، ما سموني نيفيا دي في وانا صغير. كنت شغال مع واحد اسمه محمد لوي في وش بيتنا، جاب شقه فرنسا، كان بيجيب حاجات من ايطاليا ويجيب النيفيا والرنجه والكافيار والبلح البحر، الحاجات دي كنا اول مره نشوفها. فكنا كنت بشتغل معاه شيال، كنت اجي من باب 10 يجي العربيه تطلع من بره المينا اركب فيها لغايه تحت، انا نزلوني على التوام، وفي الزباين بقى بتيجي تشتري اوض نوم تشتري حاجه. المهم انا اقول له ليه علبه نيفيا، كان نيفيا شعر مش نيفيا بقى اللي هو بتاع الرش. فانا لغايه دلوقتي يعني هو دي اللي حببني في الموضوع، هو اللي طلع عليا نيفيا محمد لولي من ساعه كان عندي مثلا 10 سنين، فعندي دلوقتي 48 سنه لغايه دلوقتي معايا نيفي. مره كان معايا الاوتوبيس، كنت نازل كنت رايح بنغازي الفجر كده، كنت نازل على الهضبه اسمها الباكور. فنازل انا طلعت المطلع في الهضبه ونازل اتزحلق الاوتوبيس، معايا 56 راكب، لقيت نفسي ماشي بيه بالعرض بعرض الهضبه، وفي عربيات ليبيه تحت متزحلقه بالعرض كده. انا جبته لمين الهضبه بقى جنبي طبعا، ايه نازل بيها، رحت نازل بيه في وش الهضبه. ان اصل دي مش بضاعه، ما انا ممكن انا مثلا انا هموت، طب والبضاعه دي هتبوظ صاحبها هيجيب غيرها، طب البني ادمين مش هتنفع. فنزلت عجل على الترابه وعجل على الاسفلت، بقوم الزحله برضه بس الترابه بقت ماسك فيها فرامل وبحكه في بوز الهضبه، طوبه كبيره كده هي دي اللي سنطرتها العجل، خبطت في الاتوبيس راح لافف واقف. بس ما فيش ناس معايا في الاتوبيس اصلا، كانوا نايمين لغايه اخر لحظه قبل ما ضرب، هم حتى مش حاسين ان انا بحكه في الهضبه. الاغنيه دي دنيا يعني، انت تسمعها تعمل لك شريط يعني، تشوف في شريط الدنيا دي في الاغنيه دي. اشتغلت ايام الثوره تثبيتات، ربنا غلبني عليهم، انا طلعوا لي بالاوالي في يعني ايام الثوره دي 2011، فطلعوا لي فين عند العالمين، كان الطريق بيتحول لطريق صحراوي من تحت العالمين كده تحت الكوبري، وبعد كده تمسك سكتك عادي. جم في الحته دي عايزين يدخلوني طريق العالمين، انا وقفوا قدامي، رحت ماسك فرامل رحت هربان منهم 3 مرات، وريتهم الموت بعينيهم وبرضه مش عايزين يمشوا. جيت في اخر مره دخلتهم في حته فيها مطبات، وانا دخلت في حته سليمه بينطوا جنبي كده عشان برضه يوقفني، راح واقف قدامي رحت طالع منهم، واقفين بقى زي الديابه كده بقى ايه بنبص لبعض. انا مكرر حامل معاهم ايه، ما خلاص 3 مرات مفيش بقى الثالثه ثابته، الثالثه انا هعدي عليهم، دي العربيه الرابع وجاهز اللي انا هطلع فوقيهم. فهم حسوا باللحظه دي حلوي خلاص، بدات انا اللي اجري وراهم، هم كانوا الاول بيجروا ورايا عشان ثبتوني، بقيت انا اللي اجري وراهم كده يعني. ومرة بالحديد برضه نفس الكلام. فطبعا الموت ده محدش بيهرب منه، ملك ونور دول يعني اصل بص هم دول وخلاص، فدول بخلي فيهم يعني هم بنات بس بخلي فيهم بزرع فيهم الراجل. هي عايزه تسوق طياره، هعمل كل جهدي لادخلها الكليه الجويه في الشرقيه، مالك الصغيره دي؟ الكبيره نور بتقول لي طب انا اخش البحريه بقى هنا، هدخلها ان شاء الله البحريه. يكملوا يكملوا بس كليات عسكريه، غير كده مش هكملوا. ماشي 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 عالطريق، ماشي ماشي ماسك اليمين، ماشي 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 عالطريق، ماشي ماشي ماسك اليمين عالاسفلت، معرفش حد معرفش انا فين، بلف في الارض عالاسفلت، معرفش حد معرفش انا فين، بلف في الارض بلف في الارض، وانا بتامل في الخلق، رفت بعد ما فكرت انهم عارفين الفرق، ليه يتشاط عليا الصد، ليه يكون عليا الرد، ليه المولد بيتفض، وقف كله عامل لي كات، هنا سكاني على الطريق انتوا ليكم الرصيد، احنا بنقفل الشمال عشان هنفتح اليمين، دوروا على